السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هنعمل تحيات في كيمياء السؤال الكسرى. كمالي كده من أقبال السورات المناجيات. مدامران كده على أفرمي معاملة من أقبال. يقول بابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والناجيات غرقو والناشطات نشطو والسابحات سبها والسابقات سبقو والمدبرات أمر يوم ترجف الرجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أيها كنا يوما ناهرة كل تلك إذا كرة هاشرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه رب بالوادي المقدس قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتشى فأراه الآية الكبرى فكذب وأسى ثم أدبر يسعى فهزر فنادى فقال أنا ربكم الأقلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يشاء أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واقتصر إليها وأرجلها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما شاء وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وسار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها بما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يشاء كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو دعاء صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.